قام وزير الداخلية محمود توفيق بزيارة قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وأشاد وزير الداخلية بالدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة واستقرار البلاد. كما أكد وزير الداخلية أن التاريخ المصري قد شهد العديد من الوقائع والأحداث التي سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجالها. من جانبه أشاد قداسة البابا توادرس الثاني بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين، مؤكدا تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية في أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن.